رب عذر أقبح من ذنب، رب عذر أقبح من ذنب. على الأقل بلعوا فيكم مخنزينها وزين تحلوا في فمكم بلا راكم لاباس وراهي الدنيا مانية، راكم مخنزينها، راكم مخنزينها. أوكي الآن أنا رجعوا ذوك قبل أيام، قبل أيام وأسابيع كنا نقولوا يا ناس يا ناس انتخابات القادمة 7 سبتمبر يعني تاع أمس انتخابات مصيرية مهمة جدا والنتيجة معروفة، هي أن المترشح الحر عبد المجيد تبون سيفوز لعهدة ثانية، وإحنا مقتنعين وفاهمين ومتفاهمين ونريد أن تكون هذه الانتخابات شرعية. كيف تكون شرعية؟ من خلال المشاركة الشعبية القوية. إحنا علينا كإعلاميين وكنشطاء سياسيين علينا دور وهو واجب وطني، توعية الشعب الجزائري وبالخصوص الشباب بمخاطر المرحلة القادمة وضرورة المشاركة وبقوة في الاستحقاق القادم للظهور أمام العالم بمظهر، الظهور أمام العالم بمظهر الوقوف والمشاركة القوية من أجل الجزائر، وقوف الشعب الجزائري في طوابير وكذا كذا. وبدينا مع الصباح، بدينا مع الصباح بهذيك الصور اللي جاتنا من ميلا، العسكر تاع تلاغمة هذوك ولا من ميلا ولا مش عارف شكون اللي راحوا شاركوا الشباب بين العسكر، ونزلنا صور وتداولتها بعض الوسائل الإعلام، قال لك هاو كاين إقبال في فرنسا، نزلنا لكم صور وفيديوهات وروحوا يعني درنا اللي لازم نديروه، والناس كل دارت اللي لازم تديرو، وهذا واجب وطني وليس حق، واجب. مثل ما قال رئيس الحكومة السابق وزير الخارجية السابق عبد العزيز بن خادم اللي بصراحة عجبني في تصريحه، وكان تصريح ممتاز ولمح فيه للتهريج والبهرجة، قال مخطونا بهذا التهريج، يقصد في بن غريان وجماعته، قال مخطونا بهذا الكرنفال، رسالته كانت واضحة، قال نريد بناء دولة مش راحين نبنوا سيرك عمار كرنفال، وتفائلنا خير. لكن السوسة المدسوسة، السوسة المدسوسة، الجهل، الغباء، أو أنا في هذه الحالة نقدر نقول حتى خيانة، مؤامرة، مؤامرة وخيانة قادها رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أدت إلى التشكيك في الانتخابات، ضرب مصداقية العسر الانتخابي، الإساءة الحمد لله للدولة الجزائرية، الإساءة لرئيس الجمهورية، وأمور لا أول وليس لا أخ، كوارث. ما قام به بايدن شرفي اللي عنده الزهايمر لم يقم به أي خائن من الخونة في الخارج، ولم يقم به المهرج قاضي صالحو، ولا أي واحد من المقاطعين أو الرافضين الانتخابات. ما قام به بايدن شرفي جريمة، كارثة، كارثة بما للكلمة من معنى، كارثة. الأغرب من هذا أنه فيه حوالي 100 صحفي أجنبي في الجزائر، 100 صحفي أجنبي جاءوا من أجل تغطية الحدث الهام في هذه الفترة في العالم العربي، العالم العربي يراقب انتخابات الرئاسية في الجزائر. جاء حوالي 100 صحفي يمثلون على الأقل 60 مؤسسة إعلامية أجنبية، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات الجزائرية. الكارثة أنه رئيس السلطة الذي لا يملك أو لا يستعين بناطق رسمي أو مدير إعلام أو مكلف بالإعلام عنده في المديرية، أقصى الصحافة الأجنبية والصحافة الوطنية، حتى الصحافة الوطنية أقصاهم، ما كاش أعطى تعليمات. أولا نقل النقطة الإعلامية أو الندوة الصحفية، نقلها من مركز دولي للصحافة اللي هو في العاصمة إلى مقر السلطة المستقلة في كلوب ديبا، وهذا التجاوز خطير وغير مقبول، لا مبرر له. من العادة أنه منذ 1995 ونحن ننظم يعني الخرجات الإعلامية أو الندوات الصحفية لوزير الداخلية أو السلطة المستقلة في مركز الصحافة، مركز دولي الصحافة.
الان ينقل المقر والاستوديو ينقلوا الى كلوب دو بان عنده في السلطه حتى يقطع طريق امام الصحفيين اللي عنده اللي حابين يدخلوه يدخلوه ما حبش يدخلوه ما يدخلوش، برغم انه 100 صحافي 60 مؤسسه اعلاميه عندهم. انا شفت كانوا صحفيين زملائي نعرفهم صحفيين بعثوا لي قال لي بزدير قال لي ما خلوش ندخلوا قال ما خلوش قال لك داروا في كلوب دي بان ما خلوش ندخلوا قال لك ما عندك لا قريمو ما عندك قال لك يعني عندك البطاقه وعندك الاعتماد وعندنا الدعوه الرسميه وعندنا كل شيء قال لك ما خلوش ندخل. فقط قدموا دعوه لي 4 ولا 5 مؤسسات، تلفزيون الجزائري، اذاعه الجزائريه، وثلاث قنوات او 4 خاصه على راسها الشروق ونظن النهار وواحده قناه اخرى ثانيه ولا فقط. وخيرهم قال لهم شوفوا تدخلوا تسمعوا واش كاين، لا سؤال لا والو، تبقى على خير مهزله. هذا سبب كافي انه الصحافه الفرنسيه فرانس 24 اللي عندها مراسل معتمد او اي او او وكاله الانباء الفرنسيه او اي صحافه اجنبيه، هذا سبب كافي انه يقول عشرك مخبي. اذا فيه تزوير، اذا فيه تدليس، يعني عندك حاجه راك مخبيها كي ما تخليش نجي نحضر، خليني نجي نسمع واش راك تهضر، خلينا نهضروا على الديمقراطيه ونهضروا على الحريه ونهضروا على الخرج والكابويا، هي خليني ندخل ونسمع. اقصاءك للصحافه الاجنبيه، اقصاءك للصحافه الاجنبيه هو السبب الذي يدفع هاته القنوات وهاته الجرائد والمجلات والمواقع يدفعون للتهجم على الدوله الجزائريه وليس على بايدن شرفي، لانه كنت تهجموا على شرفي يتخذ بيناتهم. المشكله انهم يتهجموا على الدوله، ومن بعد يخرج لنا واحد فاقد للشرعيه نفس الشيء في وكاله الانباء اللي مهبطين له السروال في ساحه الشهداء والله غيره اللي كتب له، واش كاين هذا اللي هبطوا له السروال في ساحه الشهداء ولا غيره؟ منذ الانتخابات منذ 2019 في مقر السلطه ما شفتش انا 2019، انت راك شفت انا ما شفتش، انا قالوا لي في مركز دولي وراحوا داروا ليه. اوكي لنفترض انه كاين، انت بلا ما نسمي اسمك، اسكو حضرت للندوه الصحفيه؟ جاوبني على المباشر، اسكو حضرت خلوك دخلت؟ خلوكم دخلتوا؟ لان المعلومات اللي عندي ما خلوش دخلوا. انا اتصلوا بيا مراسلي قنوات اجنبيه بينها فرنسيه وعربيه قالت ما خلوش ندخلوا. ما خلوك شنو؟ يعطيك الصحه على الاقل، ام زيارك قلت الحقيقه. هذا واحد صحابي محترف راه قال لك انا ما خلوش ندخل، نعم، لكن المقر قال لك من 2019 في في موريتي كلوب ديب. اوكي اذا كان هذا الشيء انا ما عليش به، لانه قبل على بالي باللي في لوراسي وين مركز دوري الصحف، اذا كان الان نقلوه الى كلوب ديبا، المهم المركز موجود في كلوب ديبا، لكن شرفي داروا في مقر السلطه المستقله للانتخابات، خير ولا لا؟ اشرح لي اذا كان راني غلط مادام راك معايا على المباشر. اذا كارثه انك تمنع الصحافه الاجنبيه المعتمده 100 صحافي 60 مؤسسه اعلاميه عربيه واجنبيه، تمنعهم من الحضور، تمنعهم من المشاركه في الندوه الصحفيه، بعد كي يسبوك مش يسبوك ينتقدوك، يقول لك باللي امر فيه ان وكذا وكذا، تقول اه هذا تحامل على الجزائر ولا هذا تدخل. انت عرفته يا ديناصور الصحفي الفرنسي اللي جا، ها ودا فيزا ودا تصريح ودا اعتماد ودا كل شيء باش يجي يغطي، ما جاش باش ينقل عن وكاله الانباء الجزائريه او عن النهار او الشروق، هو جاي يشوف بعينه، او روح للقناه تاعو يقول نقلا عن وكاله الانباء الجزائريه، يقول له تعال بعثناك كي يكون عندك ريح في باري وننقل الاخبار وش تسابعك، احنا بعثناك الجزائر باش تجيب لنا ما لا تستطيع وكاله الانباء الجزائريه نشره. بعثناك للجزائر باش تروح تجيب لنا اخبار اللي ما يقدروش ينشروها صحفيين جزائريين. اما باش تجي تقول لي انا نقلا لا. تجي تقول لي لا. اذا هذا تاع وكاله الانباء الجزائريه اساءه بالغه. الان نروحوا للعرس الانتخابي او قبل العرس الانتخابي. قلت كنا ندعو ونشجع الشعب الجزائري للمشاركه وبقوه في الانتخابات، لاننا نعرف ان انتخابات 2024 اهم بكثير من انتخابات 2019، ونريد ان تكون انتخابات شرعيه، نريد ان تكون انتخابات شرعيه، نريد ان يكسب الرئيس عبد المجيد تبون شرعيه شعبيه محليه اقليميه ودوليه، نريد ان يكسب الرئيس عبد المجيد تبون شرعيه وشعبيه، تعطيله شرعيه محليه اقليميه ودوليه، لكن للاسف الشديد اقولها بكل صراحه بكل حسره والم ان انتخابات 2024 فاقده للشرعيه، فاقده للشعبيه، وفاقده للمشروعيه. والمتسبب الرئيسي كان اثنين،
قبل الحملة الانتخابية وقبل الاقتراع قاضي صوالح بن قرينة تسبب في يعني في تفاهة وحقارة وتمييع الانتخابات إلى غاية الصمت الانتخابي ما زال يمارس التهريج السياسي. في الصمت الانتخابي يوم 4 إلى 7 كان يمارس التهريج السياسي، يتحمل 50% من مهزلة الانتخابات الرئاسية 2024. ثم يأتي بايدن شرفي ليقضي على العملية ويفقد مشروعية وشرعية الانتخابات الرئاسية وتصبح انتخابات مشكوك فيها، لأن الرئيس تبون في نهاية هذا الشهر سبتمبر سيشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. من المفروض حسب معلومات، أنا أقول باللي للأسف الشديد الرئيس تبون حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون حضور يعني بصراحة هافت. المراقبين الدوليين والصحافة الدولية يقول لك باللي انتخابات اسمح لي ما هيش للأسف. محمد شرفي ورط الدولة الجزائرية، ورط الرئيس تبون، وورط المحكمة الدستورية توريطة كحلة، ورطهم توريطة كحلة، لأنه الآن الكرة في ملعب المحكمة الدستورية. ماذا ستقول المحكمة الدستورية في هذه التناقضات الخطيرة، في هذا التشكيك الرهيب في شرعية ومشروعية الانتخابات؟ يعني أمور خطيرة جدا. خلوني نروح معكم خطوة خطوة بالعقل. نعم شفت شكرا معي، خلينا نستعين بهذه الرسائل من عند اوكي طيب شكرا. خلينا نروح بالعقل. اولا اسمعوا معي هذا المقطع، هذا نضحكوا شويه بعد اسمعوا معي هذا المقطع وتابعوه، سمعوا الجمله، سمعوا يعني التعبير العميق جدا. اسمعوا